أقام مركز الرواق للفنون في الناصرية وعلى قاعته فعاليات المهرجان السنوي الثاني للفنون الفوتوغرافية والتشكيلية والخط العربية بمشاركة مبتدئين ومحترفين ورواد الذين قدموا مجموعة من الأعمال الفنية تحاكي الملحمة الحسينية. هذا المهرجان السنوي السنة تغير عن باقي السنوات السابقة، كان مقتصر بس على الفن التشكيلي. السنة الحمد لله والشكر تنوعت الأعمال، عندنا أنواع الفن التشكيلي وعندنا الفوتوغراف. حقيقة السنة الأعمال الفوتوغراف اللي إجت فتشي جدا رائع، المشاركات تقريبا أكثر من 73 فنان مشارك بهذا المعرض. من تجمع هيك كم من الفنانين وهيك كم من المصورين والفوتوغرافين، حقيقة هو بحد ذاته هو إنجاز للمدينة. المدينة مدينة معطاء، تشوف أنهم بكل المجالات هي مبدعة. المهرجان الذي حمل عنوان في رحاب الإمام الحسين عليه السلام مثل مسرحا لعرض مسيرته الخالدة أنامل وثقت تلك الأحداث عبر تلك اللوحات التي تناثرت في أرجاء المكان، حيث كانت منصة سنوية للتعريب بكنوز وطاقات الفنانين المبدعين. كل اللوحات كانت ترمز إلى الرسالة اللي قدمها الإمام الحسين. شارك أصدقائي بمختلف الأنواع من الزيتي والأكريليك، وكل واحد إلى فكرة يمثلها من خلال لوحته. بالنسبة لي كانت فكرة السبي، الفترة اللي كان يشوفون الإمام الحسين بها من خلالهم السبايا يشوفون الإمام الحسين من خلالها. قدمت لوحتين، اللوحة الأولى اللي هي تتكلم عن تتضمن التطريز اليدوي، واللوحة الأخرى اللي هي رسم الإمام الحسين وبنت رقية عليهم السلام برسم الألوان الماجيك. ولأنها مدينة الفن والأدب فقد كانت القصيدة حاضرة ضمن فعاليات المهرجان، حيث صدحت حناجر الشعراء بأبيات رثائية للقضية الحسينية. وما ثرت كي نبكي عليك وجرحنا إلى الآن يندى، رغم مر قرون لقد ثرت كي تبقى دماك محابرا، نغمس فيها ريشة ليقيني ونكتب ونرسم في وجه الطغاة طريقنا ونكتب فيها يا لثار حسيني. الحسين ليس دمع في نظري، وإنما هو ثورة متجددة ينبغي لكل الأجيال ولكل القرون أن تستلهم هذه الذكرى الحسينية. كما سجلت الأعمال اليدوية الموهوبات قدمن نتاجاتهن الإبداعية المختلفة ضمن فعاليات المهرجان. في مهرجان رحاب الإمام الحسين عليه السلام تشكيلة متنوعة من الفنون وثقت إبداعات الفنانين المشاركين هنا لتفسر العلاقة ما بينهم وبين أعمالهم المختلفة. لبرنامج صباح الخير يا عراق، حسين الجوراني، الناصرية.